وأسمعك على الهواء. جميل. تذكر حضرتك أول حلقة يعني إيه اللي تناولته؟ أذكر بشكل غائب. نحن نتكلم عن 43 سنة. نعم، ربنا يديك الصحة وطول العمر. تعيش. أذكر تقديم يسير ربما كان في سطور قليلة، ما معنى أن لغتنا جميلة؟ ولماذا هي جميلة؟ وهل هذا يعني ما يمكن أن يترجم إلى شعور شوفيني بأني يعني لأننا عرب ولغتنا العربية فهي أجمل لغات العالم؟ هذا ليس حقيقيا. الفرنسية بالنسبة لأصحابها جميلة الجميلات، الإسبانية بالنسبة لمن يتكلمونها اللغة المحشودة بطاقة موسيقية، الإيطالية هي لغة الأوبرا، إذن هي لغة الموسيقى والسحر والجمال وهكذا. لكن كنت أريد أن أقول إن نشأة اللغة العربية في مجتمع لا يقرأ ولا يكتب صحراوي جعلها لغة أذن. إذن هي لغة إيقاع، إذن هي لغة موسيقى. نجد الموسيقى فيها من خلال الشعر الذي له قوانين نغمية، ومن خلال نثر يكتب بطريقة معينة فيه تناسق، له سياق، في تقابل، في بداية، فيه وسط إلى آخره. كان هذا في المقدمة القصيرة جدا. ثم نقلت إلى بعض ما نظنه عاميا وهو في أساسه فصيح. جميل. ثم نقلت إلى نص شعري لا زلت أذكره لأنه يتكلم عن أول شاعر عربي أحس بفكرة الطفولة، فكرة رعاية الطفولة، فكرة الانحناء على الطفولة. الشاعر كان اسمه حطان ابن المعلى، وكان يتكلم عن كيف أنزل من عرشه بسبب احتياج أبنائه، وفيه هذا البيت الجميل الذي يتكلم وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض، ويشرح حاله ويصوره. كانت مقطوعة في 6 أبيات، راعيت أن تكون يعني خميرة اجتذاب. جميل. لمن سيسمع الحلقة الثانية. وقد ثبت ذلك على مدى البرنامج يعني وفق عليه في لجنة البرامج لشهر. أي 30 حلقة. طب أنا أريد أن أربط يا أستاذ فاروق يعني ونحن نختتم هذه الحلقة، أريد أن أربط يعني لغتنا الجميلة بقيمنا الجميلة التي يقول البعض أنها كانت موجودة ولم تعد موجودة، وأننا محاطون الآن فقط بالقبح، يعني إلى هذا الحد الصورة سوداء. نحن تعايشنا مع القبح. طب في هذا جمال في حد ذاته. لا. أن نتعايش، أن لا. تكون لدينا لا. القدرة. لا. ما هو تعايشنا لا. أي فقدنا حسنا. يعني الذي يسكن إلى جوار مستنقع ويشم رائحة كريهة ولا يتحرك، هذا تعايش من النوع الضار والسيء جدا. هو لم يعد يشم ولم يعد يرى ولم يعد يدرك أن المكان أصبح فاسدا وغير لائق بالحياة الإنسانية. وأظن يوسف إدريس هو أول من نبه إلى حدود هذه يعني الظاهرة. أمامي مثال حي يجلس الآن أمامي في شخص الأستاذ فاروق شوشة. أن تبقى أنت بيننا الآن بكل هذا الجمال وهذه الشعرية وهذا الحلم في حد ذاته قيمة كبيرة، بتضحيات ومواجهات جسيمة. يعني أن تحافظ على سلامتك العقلية في مجتمع لا يستخدم العقل كثيرا، وأن تحافظ على سلامتك النفسية في مجتمع تعبث به الأحقاد والشهوات وفنون الاضطهاد والفساد. هذه بطولة. أن تحافظ على مستوى حياتك الذي يمثل الحد الأدنى من الوجود الإنساني. هذا يتطلب صراعا في مجتمع لا يرحم. نعم. وأنا يعني على يعني هذه قضية
تستحق وحدها يعني ليس حلقة أخرى ولكن حلقات. أنا سعدت وشرفت يعني أكبر الشرف بتشريفك لي في هذه الحلقة أستاذ فاروق شوشة الذي أعتز به يعني كقدوة وكأستاذ يعني وك يعني رائد من رواد العمل الإعلامي في مصر. أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكر جميع الزملاء الذين شاركوا في إنتاج هذه الحلقة، وأشكر جميع السادة المشاهدين والمشاهدات الكرام والكريمات. أنادي عليك برغم المسافات، رغم انهمار الليالي، برغم انطلاق الزمان، برغم امتداد المحال، برغم اقترابك مني أنادي، برغم ابتعادك عني أنادي، وأعلم أنك في، وأن طريقي إليك يؤدي إلي. فاروق شوشة، طيب الله أوقاتكم.